إنا لله وإنا إليه راجعون. البقال الله والوحدة يا جماعة لو سمحت. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدة متابعة موقع تحية مصر في كل مكان، يعني موجودين مع حضراتكم من وداع. كده اللي هناك حسام حبيبي وداع، يعني عمو انا لله وانا اليه راجعون. البقار الله سبحانه وتعالى ان يرحم المتوفي وان يرزقه الفردوس. يعني ابن الدكتور محمد حبيب كده، عم الفنان حسام حبيب، الطفل الصغير طبعا متأثر برحيل والده حتى ان لم يكن لا يدرك معنى الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني حتى وإن كان الطفل لا يدرك يعني معنى الموت الا ان هو متاثر برحيل والده. انا لله وانا اليه راجعون. نسال حضراتكم الدعاء له بالرحمه والمغفره. يعني غياب كده تام لي غياب تام ل لاسره الفنان حسام حبيب من الرجال والمشاهير، وايضا للفنان حسام حبيب لم يحضر شيئا جسمه. يعني وسط كده غياب الأسرة، من حمل الخشبة وادخلها إلى المسجد هم الصحفيون، يعني الصحفيين اللي حضروا النهاردة هم اللي حملوا الخشبة. يعني أسرة أيضا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني في مشهد محزن بعض الشيء ومشهد مؤثر، إن طبعا حين وصول الجثمان لم يكن هناك أحد فحمل الصحفيون، هم من حملوا الخشبة هم من حملوا الجثمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أيضا كان برفقة يعني الجثمان شقيقه الأستاذ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب. حبيب اطلع. هو أسرة الفنان حسام حبيب يعني متواجدة أمام حضراتكم في الوداع الأخير لعمه وشقيق والده. ده كاش اصلا وفاتوا يعني حاجه ده يعني فكره الاستعانه بالصحفيين او بالعمال ان هم يشيلوا الجثمان، ده موقف مش كويس بصراحه. لا ما ده حتى مش كويس، حتى مش حد يشيل الجنازه بقى. اللي شال الجنازه ناس غريبه، اللي شالت الجنازه لو هو اخوك الصغير تحب تقول له ايه؟ ده قليل جدا لما اشوف موقف زي ده، قليل جدا لما اشوف موقف زي ده والله. لو هو اخوك الصغير تحب تقول له ايه؟ اقول له لا ما ينفعش الكلام ده. قول له المفروض انك تيجي وتشوف الدنيا فيها ايه؟ ما ينفعش انك تقعد بره في الساحل الشمالي وهو ميت هنا. مش لاقي حد يشيله. الله يرحمه. يعني انا لله وانا اليه راجعون. زي ما حضراتكم كده شايفين احد عمال المسجد مستاء مما حدث ومستاء من عدم وجود الفنان حسام حبيب. انا لله وانا اليه راجعون. الان والد الفنان حسام حبيب كده يخرج من المسجد بعد صلاه الجنازه. شكرا يا جماعه. سيب غياب حسام على حسام، ما خدش باله ان هو بعت له كان نايم. كان نايم في الفيزا في
هنحدد يعني انت اتصلت بيه قبل الجنازه بيه عشان تقول له عشان وفاه عمه وما جاء وما ردش على التليفون بيصحى طرب العصر كان نزل نشوف الجنازه فين العزاء قصدي فين ونبلغه بقى الله فات بقى الله بقى الله بقى الله يعني كان نايم بعت له رساله وكان نايم زي ما حضراتكم سمعتوا كده من والد الفنان حسام حبيب عدم حضوره لجنازه عمه بعت له رساله وكان نايم انا لله وانا اليه راجعون يعني بقى لحظه السلام عليكم السلام بقى لله بقى لله بقى لله محتاج حاجه طيب حد يجي والله بجد نيجي معاك طيب نيجي معاك والله نيجي معاك والله ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي المتوفي وان يرزق اهله الصبر والسلوان الصوره تتحدث عن نفسها والواقع ايضا يتحدث عن نفسه لا نستطيع ان نذكر اي شيء الا ان نقول ان ما حدث اليوم من الفنان حسام حبيب شيء غير يعني مقبول يعني اسره الدكتور المتوفي واقف امام حضراتكم وبتلتقط الصور التذكاريه والفيديوهات لرحيل الدكتور انا لله وانا اليه راجعون خروج الجثمان الان يعني خروج الجثمان الان بعد يعني بعد صلاة الجنازة عليه في النهاية لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون عدم وجود الفنان حسام حبيب ويعني رجال أسرته في وداع عمه الشقيق شيء مؤثر وشيء محزن للغاية إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده من حمل الخشبة هم الصحفيون وعمال المسجد يعني احد عمال المسجد كنت شايل الخشبه معاهم النهارده مظبوط شلت الخشبه والله جبت الناس حتى شلت معانا ما فيش حد لان جاي من غير اي حد يجي معانا هو انت اول مره اشوف جنازه بالمسجد يعني مش طبيعي انك تشوفوا جنازه لوحدها لا قليل جدا لما الاقي حاجه زي ديت وبعدين دي شخصيه معروفه يعني من الشخصيات المعروفه اللي المفروض يبقى الناس تيجي قبل منها حتى تيجي تشوف كل يعني المفروض المكان ده يبقى مليان ناس غياب ابن اخيه غياب ابن اخيه برضه دي مشكله جامده لان ما ينفعش ان يكون واحد ابن اخوه ميت ويقعد في الساحه الشمال ينفعش عشان الناس تيجي عشان حتى يبقى شكلها حتى يعني الشكل يبقى حلو يعني والده قال ان هو بعت له رساله كده وكان نايم يعني ما كانش يعرف ان هو مات نايم ايه نايم؟ ما يعرفش ان هو مات لانه بعت له رساله كان نايم كان المفروض كان 100 واحد اتصل بيه وقالوا له تعالى وتلاقي 100 واحد اتصلوا بيه طبعا ما كانش بقى ده حدث صعب طبعا طبعا ما ينفعش التأخير عنه ما ينفعش والله التأخير عن حاجه زي دي بالذات يعني ندعي له بالرحمه ربنا يرحمه ويغفر له ربنا يرحمه ويغفر له يا رب مين اللي شال المعش؟ اللي احنا عمال المسجد اللي شال المعش عمال المسجد اللي شالك الصحفيين مين اللي شال المعش؟ الصحفيين وعمال المسجد طب هل تتكرر كتير الحاله دي اللي تيجي الجنازه؟ ما بتتكررش كتير ابدا قليل قوي لما تلاقي موقف زي دوت يحصل معاك فين وفين لما ليا موقف زي ما ليا اول مره اشوف جنازه ما فيش فيها ناس وشخصيه معروفه يعني شخص معروف تقول ايه لحسام حبيب اقول له ما ينفعش انك تسيب جنازه دي تسيب لاخوك ما هيجي وجيه جنازه عمك يعني جنازه عمك تبقى موجوده شفنا والده بس لوحده لوحده ما فيش حد وبعدين مش قادر كمان ان هو يشيل طبعا ما بيحط ومفيش حد موجود الا عم موجود في الجنازه شايفينك زعلان انت ومتاثر ما تاثرش الجنازه دي ممكن تبقى فيها يعني مليانه ناس هنا وبقى كل بقى بقول الله انت يعني انت كنت قريب من والده كان زعلان قوي متاثر زعلان لان مفيش حد موجود اصلا حتى جه نادى علينا وما لقيناش حد يشيل الجنازه وجبنا الصحفيين وجبنا الامن وجبنا ناس وعمال المسجد شالوا الجنازه لان مش حد ما هو زعلان عشان كده مفيش حد موجود تقول ايه للصحفيين بعد ما قال لهم متشكرين قوي انتوا عملتوا معانا والف شكر يعني اللي انتوا عملتوا معانا بالواجب دلوقتي وشفتوا الراجل معانا ما قلناش ايه لحد فيكم بقول الله كل بقول الله بقول الله